السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا والله فيكم. شو أخباركم بنات؟ الحمد لله مريت بوعكة صحية والحمد لله عدت على خير. شكرا لكل من سأل لي ولا أرسل لي خاص، الله يربي يسعدكم. أهلين بنات، بعبي حقة المساحة، بحط فيها ديتول عشان أعقم البيت، وبحط فيها موية، وبرضو بحط معاها شوية لافندر عشان يعطي البيت ريحة مرة حلوة. أخذت النوع هذا أول مرة أجربه، سعره تقريبا 3 ريال. ريحته يعني حلوة لطيفة، ريحته مو قوية زي السيف لا، فبحطه معاه شوي، وبحط معاه اللي هو لافندر أي نوع عندي. أنا عندي هذا حق ريبال، حلو مرة ريحته وهادية يعني مو بالريحة القوية، وبس كذا. هذا يكفي البيت كله، بمسحه إن شاء الله. طبعا أنا منظفه قبل يومين مع العاملة، بس الحين اللي هو المسح السطحي. البيت عندي نظيف بس المسح الرخام الحين بعدين. أتكيس أحطه مع الفتحة هذه ولا هو الأفضل؟ بس عادي مو مشكلة. والحين جايبة معاكم حساب أم ميمي، حسابها مرة يجنن، بخليكم معاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. حياكم الله بقناتي وقناتكم، قناة أم ميمي. قناتي متنوعة ما بين طبخ وروتين وعناية وفلوقات وتسوق ويومياتي البسيطة مع عائلتي. هنا تلاقون تجاربي بالطبخ والعناية وكل ما يهم المنزل. هدفي بالقناة أفيد كل أم وأخت وربة منزل. خذوا جولة بقناتي وتفرجوا على الفيديوهات، متأكد تعجبكم القناة إن شاء الله. ولا تنسون تضغطوا على زر الاشتراك، وأتمنى أكون عند حسن ظنكم، وأتمنى منكم الاشتراك والدعم وتنورون قناتي. أختكم أم ميمي. قناة أم ميمي بنات من القنوات صراحة اللي حلوة مرة ومتنوعة وبنفس الوقت مجتهدة عليها. لا تنسون تدعمونها، خصوصا بنات قناتها ما شاء الله تبارك الله بدون موسيقى، وهذا أهم شيء صراحة بدعم القنوات. طبعا أنا مريت شوية ببعكة صحية عشان كذا انقطعت شوية عن اليوتيوب. للأسف انمنعتي مرة، يعني على طول أتعب، ما أدري سبحان الله وش السبب. لي 8 شهور وأنا المناعة عندي مرة نازلة، يعني أي أحد يتعب عندي خلاص على طول أتعب بدون أي سبب. الحمد لله عدت يا رب لك الحمد، بس للأسف أنهم رفضوا يصرفوا لي مضاد حيوي، عشان كذا طولت معاي شوي. الالتهاب كان في الصدر للأسف لنا كلنا، فالحمد لله يا رب لك الحمد والشكر، عدت اللهم لك الحمد. بس مع ذلك باقي لسه أثرها، يمكن تلاحظون علي بصوتي. ودي أخذ أشياء طبيعية ترفع المناعة. أنا اللي أعرفه يعني العسل والحب السوداء، وإن شاء الله بإذن الله بدخلها بنظامي. برضو اللي هو الكركم الطازج، بس سبحان الله ما أدري وش السبب يعني انخفاضها، لأنه أعطوني أول شيء ممكن أنا توقعت من المضادات الحيوية هي اللي تسبب بهالشيء، لأنه أنا أخذت سواب بالوريد أول ثلاثة شهور كان بداية الشتاء. أقول لكم بنات لي 8 شهور يعني بالضبط، بعدين رفض الدكتور يكتب لي مضاد بالوريد وبدأوا يكتبوا لي حبوب. وللأسف إن الحبوب يعني إلى رمضان تعبت حتى وأخذت المضاد بالحبوب، وبعدين تعبوا أهلي يعني في البيت وتعبت معاهم،
يعني سواء كنت عند أمي، فتعبت أمي وتعبت معها يعني، حتى وأنا مالي يومين مخلص رمضان. ما أدري سبحان الله وش سبب المناعة، ممكن يعني أنا عندي اللوز مرة ومقررين علي عملية كذا مرة سبحان الله، وبنفس الوقت خايفة، لكن يا رب يكتب لي ولكم اللي فيه الخير يا رب. اللي جربت أي شيء يعني يفيدها مع اللوز، أنا مشكلتي اللوز بسرعة يعني يلتهب، اكتبوا لنا بنات. وأكيد في بنات والله أذكر يوم قلت إني كل شهر أتعب قالوا إحنا بعد نفس الشيء. ما أدري سبحان الله الإنفلونزا صايرة مرة يعني مرافق للجميع يعني، حتى أمي أنا الله يربي يشفيها صايرة دايم تتعب يعني، أي أحد يتعب فعلا تتعب معه، بس يعني تاخذ معها شوي فترة. بس أنا يعني مرة لدرجة أنها مرة ذي يرفضوا يعطوني مضاد. الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد. وأساسا المضاد ما منه إلا أضرار، أنا عارفة هالشي هذا. حاولت إني أخذ أشياء طبيعية الحمد لله يعني مع المسكنات يخفف عني، بس إنه أخذت فترة يعني معي طويلة، بس نقول يلا الحمد لله. بالنسبة للبيض أنا أحبه صراحة مع الأفوكادو بكثرة، أو أحب أجيبه مرة، بس للأسف أني ما أستمر عليه يعني دائما، لكن أحاول قد ما أقدر أني أخذه. حطيت هنا شوية ليمون وبعدين زدت شوي، ما خلط معاي. عموما بنات الأفوكادو من الأشياء صراحة اللي مرة حلوة، نضيفه للعصائر إسكريمات. شوفوا أنا للأسف أني ما أقدر أكل إسكريمات أبدا، يمكن لي سنة ونص تقريبا ما أكل إسكريمات أو أكثر والله، ما عاد أحرص عليها، فأسويها بدائل أسويها عصاير. فإن شاء الله بإذن الله أنا اليوم سويت معاكم، هنا حطيت بيض مقلي وخفقته وحطيت معه شوية جبن، وبعدين حطيته بمقلاية على زيت زيتون، وبعدين طلعته كذا بزينه بطماطم وشوية جرجير، وتكون وجبتي جاهزة. أخذت فطوري كذا مع موية، طبعا أنا أفطر بنات الساعة 9:30 تقريبا بعد ما أنجز مهام البيت، الساعة 8 أبدأ أو 7:30 تقريبا أبدأ إنجاز المهام، وبعدين أبدأ أدخل يعني تنظيفات وكذا، وقبل الغداء بشوي أدخل عادي إذا عندي تجهيز مسبق تنظيف أسبوعي أحاول إني أنجزه. هنا صراحة أنا قرأت تعليقاتكم بس والله ناسيتها حقة الجدول، بس بإذن الله راح أتكلم لكم بالتفاصيل أكثر. في الفيديو القادم يعني إن شاء الله، لأني لازم أرجع وأشوف أسئلتكم. بالنسبة هنا عندي الورقيات، ورقيات صراحة أحب أجيبها أسبوعيا، بس طبعا عشان تكونون واضحة معي اليوم هذا الورقيات جهزتها كان وقت كنت أسبوع اللي راح، كنت يعني بعد تعبي يمكن بأربع أيام، بس غسلتهم وحطيتهم بس ما سويت فيهم ولا شيء. اليوم الثاني سويت معاكم اليوم تجهيز العصائر، هذا اللي في نفس اليوم اللي نظفت فيه. هنا حطيت الجرجير وأغسله بنات وأحطه بعلبة، ضروري بنات إنكم تجففون تجفيف تام، وأغسله بخل عشان ما يذبل معاي، وبنفس الوقت إذا في حشرات ولا شيء تموت. إذا حابين تحفظون الورقيات في الثلاجة بنات ما تتعدى 3 إلى 4 أيام، إن طولت بالكثير 5 أيام إذا كانت جافة جفافا تام. لكن أنا بالنسبة لي أحب أسوي هالحركة، ليش؟ عشان إذا جيت كل يوم لازم أسوي سلطة، إذا صرت ما غسلتها تكيسل أني أسوي سلطة صراحة، بس لما تكون مغسولة عندي جاهزة خلاص أخذها حتى مع الساندويتش تكون نظيفة، فحلو أني أسويها كثلاث أيام يعني. لا تسوون أكثر من حزمة على حسب استهلاكم، بس حاولوا تسوون حق يومين ثلاث أيام عشان ما تخرب معاكم. عندي الورقيات اللي هو الحبق والنعناع، والنعناع عندي بالحديقة لا ما شريت. عندي برضو الخس مو أقصصه، أغسله ورق وأحطه كذا أفضل بكثير من أني أقطعه عشان ما يذبل معي. بس البقدونس اللي هو أقطعه، وصراحة ما أحرص كثير أني أقطعه، يقعد فترة يقعد معي يومين ثلاثة أيام، بس ضروري البنات المناديل اللي تستخدمونه اللي هو تحطون الورق عشان العلب ضروري أنه يكون ثقيل مرة عشان يمتص أي سوائل. وبس هنا حطيت بمجفف الورقيات، هذه من إيكيا مار تجنن، تقريبا سعرها 11 ريال ناسي والله، بس صراحة بطلة مرة رغم إن جودتها مو بذاك الزود، بس إنها حلوة.
هنا عندي الحبق بقصه كذا. انا طلبت لي منظمات للورقيات ان شاء الله بس توصلني اوريك اياها ان شاء الله. شفتها عند امي مره عجبتني صراحه، تحفظ الورقيات فتره طويله. شلت هنا الورق والاشياء الخربانه وغسلت، ما غسلته لا، شلت الجذور بس وبحفظه بكوب واحط فيه مويه، لاني اشوف هالطريقه مره ممتازه. حاولت اني اقصصه من تحت عشان يكون نظيف ومرتب واشيل الزوائد. هنا عندي القبعه حق البلاستيكيه اللي استخدمها لاغطيه الطعام، احب احفظ فيها صراحه مره حلوه، بس حسيت انه طويل شوي، رجعت بنات قصيته وحطيتها. يعني صراحه ما قفلت معي بس ما شاء الله تبارك الله يمكن له اتوقع اسبوع لسه فرش عندي مره ما تغير. الفجل برضو قصصته كذا وغسلته وبحطيته بعلبة، بس يكون جاهز يعني مغسل جاهز. صراحة ما كنت ذاك اليوم في الجو وأنا أقطع وأرتب، هذا كان يوم العاملة عندي، بس كنت بحاول يعني أني أنظم وأسوي أي شيء ما يتراكم علي الشغل. الحمد لله الواحد ما دامه بصحة وعافية ربي لك الحمد والشكر، يحاول قد ما يقدر. ما أحب بصراحة الجلسة وهالشي هذا من اللي يرهق الواحد ويخليه مرة ما له خلق يعني يشتغل، فحاول يعني أسوي أي شيء على السريع وإني أرتب وأنظم. بنفس الوقت يسهل علي الأكل. عندي البامية بنات، أخذهم وأغسلهم وأقطعهم وأحطهم بالفريزر. اللي حابة تسوي تقميع واللي حابة تقطع صغار، أنا قطع صغار وهو عادي، بس أنا أحب كذا المرق يكون فيه لزوجة حق البامية. هنا سويت الطبقات حقت الجرجير، حطيتها بطبقتين، شوفوا يمكن تشوفون اللي بالوسط الكلينكس عشان يمتص عشان ما يخرب معي. مسحته كذا وبعدين بقلبه على وجهه واتركه شوي أتأكد إن الموية طلعت تماماً. ترى تركته بنات تقريبا ساعة صراحة في المجفف عشان يجف معي. بالنسبة للخس نقع بموية وملح، صراحة خس القصيم غير. عندنا بالمجمع صراحة مو حلو الخس، يجيكم فيه مرارة كذا وعلى خضار، والأمريكي ما يجي طعمه صراحة حلو أبد. فأحاول قد ما أقدر أني أشيل الأخضر اللي فوق. وللمعلومية بنات أنا ما أرمي الورقيات، أجمعها كذا بكيس وأحطها وأعطيها زوجي يطلعها برا للحيوانات، يعني احتسبوا الأجر فيها النعمة. ما تدرون سبحان الله أي عمل يدخلنا الجنة. غسلتها بموية وخل، ضروري ورقيات، بس هذا الجزء هذا أقصه لين فيه مرارة مرة وأحطه بالمجفف الورقية ولين تجف معي. برضو أحطها بزبدية نفس الجرجير وأحطه بالثلاجة. مرة العلب هذه حلوة، أخذتها من أبو خمسة أكريليك مو بلاستيك، نوعيتها جدا ممتاز صراحة، تدخل فريزر تدخل ثلاجة مرة حلوة. فباجيب إن شاء الله منها كم مرة رحت لو ما حصلت، إذا حصلت إن شاء الله بإذن الله بجيب منها كمية بعد أصير أحفظ فيها يعني الخضار إذا قطعتها وجهزتها. بالنسبة للتجهيزات المسبقة بنات تكون يوم بالأسبوع، تشيكين على الثلاجة عندك خضار مثلا محتاج تقطيع، اللي محتاج تفريز تحطينه بفريزر، اللي محتاج تقطيع. انا بالنسبه لي تقريبا الخضار عندي بالفريزر ما شاء الله يعني كثير، مسوي قبل رمضان يعني بكثره لاني اخذت يعني حقات المواسم. فحلو مره توفر عليك وقت وتوفر عليك حوسه، يعني تخيلوا الورقيات كلها بالثلاجه مغسله جاهزه بس اطلعهم ويكون يسهل علي يعني حتى وقت التقديم، ما احوس مواعين ولا شيء. مثلا لما بسوي غداء بس اطلع الجرجير والخس كذا، بس واغسل الخيار واقطعهم عادي، احط الطماطم واحط الاشياء اللي انا ابي. يعني صراحة مرة مليانة الورقيات طين وتحتاج تنظيف مرة. الاسبوع اللي راح اللي هو تفريز الخضار والفواكه، الاسبوع الجاي باذن الله بفرزن اللي هو الاشياء، بسوي اشياء للفطور لعيالي واحطها بالفريزر كسناك للمدرسة كفطور للمدرسة. كل ما صار
اخذ بعد من الشاي الازرق بقطفه. الشاي الازرق اذا ما قطفته بنفس اليوم للاسف انه يموت، فبنتساعد انا وبنتي نقطفه. يلا ماما تقطف باليد بس. بسم الله بوريكم ان شاء الله استخدامه، بس بجفف الدفعة هذه لانها كثيرة، وبعدين بوريكم استخدامه. طبعا انا ما اسمد اسمدة حاليا، فقط اللي هو السماد البقري قبل فترة بعد. اجيب اللي فوق. حطي بالصحن هذه. سبحان الله تقريبا هذه الكمية اللي طلعت فيها، وعندي شوي كمية ثانية. وجبنا الكمية حطيتها هنا، وهذا النعناع فرقهم واشوفهم. وهنا عندي اغراض العصير الاخضر جهزتهم، بسويه وبحطه بالفريزر عندي، متى ما احتجته اطلعه. انا اسوي الكمية تقريبا 3 أكواب بهالاكياس، فانتم سووا الكمية اللي انتم تبون وحطوه بنفس الكيس. انا حط 3 علب وحطه بالثلاجة، استخدمه على 2 أيام، يعني مو كل يوم اخلط، عادي قد معاكم في الثلاجة 1 أو 2 أو 3 أيام ما يتغير. هنا جلست أقطع الخضار. بالنسبة للخضار بنات أي شيء عندكم أخضر حطوه، فلفل أخضر رومي، أنا هنا عندي كرفس، عندي ليمون أخضر، وعندي بصل، مو بصل، تفاح الأخضر المفروض الأخضر، بس التفاح اللي موجود عندي أصفر فحطيته، حطيت خيار، حطيت شوية نعناع يعطي طعم مرة حلو لفترة صراحة حطه. بس نصيحة اللي عندها ارتجاع بنات لا تحطه. أنا بالنسبة لي العصير الأخضر ما ينفع بنات ياخذ أي شيء، يعني نكثر منه مو بزين، في أضرار أكيد. بالنسبة لي أخذهم 3 مرات في الأسبوع مرة كفاية، وبنفس الوقت يعني الحمد لله يكون معطي الجسم فوائد. ما أقول لكم أني أحيانا أنسى صراحة ما أسوي، بس أحاول قد ما أقدر أنه ما يمر أسبوع لأني أخذه 2 أو 3 مرات. ممتاز جدا جدا بنات للي عندهم مشاكل في المعدة والجهاز الهضمي. نصيحة أنا من الناس اللي أنا استفدت منه، سووا وانصحوا في الناس اللي يكون عندهم مشاكل مرة يجنن، صراحة ممتاز جدا ارتحت عليه. لكن اللي عندها ارتجاع لا تكثر من النعناع أو تلغي النعناع والليمون. أنا صراحة عندي ارتجاع، لكن الحمد لله والشكر يا ربي لك الحمد والشكر، يعني الحمد لله صاير أخف معي بكثير، وهو بالسبب أني قاطعة يعني الزيوت بأنواعها، ما أستخدم زيت زيتون، وبرضو مقاطعة اللي هو المعجنات المقلية، برضو المعجنات الثقيلة، وما أتعشى. فأي واحدة تعاني من ارتجاع تطبق الأشياء هذه وتلغي الحوامض بعد نهائيا، وبس مرة صراحة يجنن، ومفيد للبشرة ومليان فيتامينات ومعادن، وممتاز بعد جدا للجهاز المناعي. لكن لي فترة يعني صراحة موقفته ما شربته، بس إن شاء الله نقول الله ينفع به يا رب ويطرح فيه البركة. طريقة حفظي أنا أجيب أكياس نفس هذه بنات، وأحط من كل نوع شوي، تقريبا 1/4 كوب أو 1 كوب أو 1/2 كوب اللي أنتم حابين. أنا بالنسبة لي عشاني ما أخليه يطول في الثلاجة، هنا عندي بنات مكعبات الزنجبيل، أنا مسويتها معاكم في تجهيزات رمضان، في تجهيز الخضار أتوقع، مرة يجنن صراحة. أحط مكعبات كذا وأصب عليه موية مغلية إذا احتجت، أو أني أحطه مع العصاير يعني مكعب واحد، فمرة حلو. حطيت هنا مع كل كيس حطيت فيه كرفس، خيار، ليمون، نعناع، بقدونس، وحطيت بنات معها شوية جرجير، الجرجير يعني ممتاز وفيه مليان حديد.
برضو حطيت معاه كل واحد مكعب زنجبيل، وبرضو حطيت التفاح. التفاح يكسر حدة طعم الكرفس والبقدونس ويعطي طعم مرة حلو. وبس هنا ضغطت الأكياس كذا ودخلتهم على الفريزر، متى ما أحتاجهم بس أطلعهم وأضيف لهم مويه. وهنا عندي الموز، اخاف انه يخرب، احطه بالفريزر بنات اذا جيت اسوي كب كيك، اسوي بان كيك، برضو اسوي عصاير اطلع منه. هذه افضل طريقه، يا ربي لك الحمد. صراحه اول ما سويتها كنت متردده، بس جربت على حبه مره ارتحت عليها مره، وصار ما كانه تغير ابد، يعني كانه فرش. بس احطه بالاكياس كذا، اشيل القشور واحطه بالاكياس واحطه بالفريزر، متى ما احتاجته اطلعه. وبرضه بعد بالايس كريمات الصحيه ان شاء الله باذن الله بسوي لكم فيديو، اسوي معاكم دائما ايس كريمات. انا اعتمد ايس كريمات البيت افضل من اللي تجيكم كلها سكريات، رغم اني ما اكلها، بس انا حقي احطه برا الايس كريم حقي الباقي العصير اللي انا اسويه احطه برا لين يذوب وبعدين اكله. وهنا عندي الشمام المنقاوي قطعته وبحطه بالفريزر عشان بسوي منه بنات عصير، وبرضو اسوي منه اللي هو ايس كريم، فبحطه كذا احطه بالفريزر ومتى ما احتجته اطلعه. نظفته كذا وطلعت الحبوب اول شيء، بعدين قطعته مربعات صغيرة، تقدرون بنات تحطونه قطع كبيرة صغيرة عادي، بس بحفظه بالفريزر. بسوي معاكم نهاية الفيديو سموثي مرة لذيذ، ضروري ضروري كلكم تجربون، اللي يحبون الشمام صدقوني راح يعجبكم. وعشان ما احوس علي المكان او اذا طلبوا مني شمام مقطع، اقطع بنات صغير نفس كذا واحطه بعلب زجاجيه كذا واحطه بالثلاجه، يقعد معي يومين ما يتغير. البطيخ نفس الشيء، بعد اسويه نفس الطريقه. عندي البطيخ، يعشقون شيء اسمه بطيخ صراحة عيالي، فأنا من النوع اللي ما أحب حوصة البطيخ، وأتوقع كل أم في الثلاجة مرة يحوس، فأقطع نص كذا، أول ما أجيبها أقطع أربع قطع أحطه أغلفه وأحطه في الفريزر في الثلاجة عفوا، إذا احتجت أقطع واحدة، أو مثلا بيقطعون يطلعون واحدة ويقطعونها. بالنسبة للقطعة الثانية عيالي مشتهين مرة أسوي لهم آيس كريم بالبطيخ، فقلت بسوي لكم بس مو بالحين، الأسبوع الجاي لأن صدورهم شوي تعبانة. وقطعته وحطيته بأكياس بنات التفريز وحطيته بالفريزر. هنا عندي شوية مانجو بقطعه وبحطه مع عصير مع قطع الشمام، يعني بنفس الكيس حطيت شمام وحطيت مانجو وأحطه بالفريزر. ما سويت صراحة كمية كثيرة لأنه بالنسبة لي المانجو فريش الفترة هذه أفضل من أنه يكون مجمد.
بسوي معاكم ألذ سموثي ممكن تكونه. بالنسبة لي أحب العصائر في البيت كثير لأنها صحية، وبنفس الوقت تعرفين إيش المكونات وتعرفين إيش نظافتها. أنا هنا حطيت شوية مانجو، حطيت شوية شمام، وحطيت عليه حليب. بالنسبة بتقولوا لي كم الكمية، بنات على حسب اللي أنتم تبونه. أنا هنا عندي الشمام مجمد، حطيت منه كذا قطعة بس شوي عشان يبرده، وحطيت عليه حليب، وتحطون عليه نكهة شوي بسيطة اللي هو الزعفران. وإذا حابين بنات تحلونه بعسل براحتكم، أنا ما حليته بس مرة لذيذ صراحة، مرة يجنن. اعتمدته صراحة من سويته وجربته عجبني، صرت خلاص دايما أسويه. بكذا أكون أنا وصلت لنهاية الفيديو، أتمنى الفيديو يعني يكون حاز على رضاكم. لا تنسوني من دعواتكم الصادقة، ولا تنسون تحطون لايك، تعليقاتكم أكيد تسعدني. ونقول لكم في أمان الله إلى فيديو قادم بإذن الله. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.